السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات حصاد هنتكلم فيها عن قصة سيدنا داود عليه السلام، ودي الحلقة الأولى من قصة سيدنا داود عليه السلام. من أين يأتي سيدنا داود عليه السلام، أو ما هو النسل الذي يندرج منه؟ يندرج من سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم زي ما قلنا تزوج ستنا سارة أنجبت سيدنا إسحاق، سيدنا إسحاق أنجب سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب أنجب طبعا سيدنا يوسف وباقي إخوته، ومنهم يهوذا أنجب داود اللي هو والد طبعا سيدنا سليمان. طيب سيدنا داود بعث لمن؟ بعث سيدنا داود لبني إسرائيل. كان اسم سيدنا داود في العبرية دافيد. دافيد في سيدنا داود كان في اليهودية ملك، في اليهودية ملك، ولدى المسلمين وفي الإسلام نبي وملك. أي اجتمع فيه الملك والنبوة والملك في الإسلام، وذلك بعد قتله لجالوت. ده كان ملك كافر قتله داود كما ذكر القرآن الكريم في الآية: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. في الحلقة القادمة هنعرف أكثر عن سيدنا داود، عن أوصافه، وعن ما هي المزامير التي أتاه الله له، وما هو الكتاب الذي أنزله الله له. تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.